هو اكتر فنان انا اشتغلت معاه، لان انا اشتغلت معاه سينما ومسرح وتلفزيون. في المسرح عملت معاه كاليجولا، وفي التلفزيون عملنا الحرافيش وعملنا اديب زمان، وفي السينما عملنا افلام كتيره، يعني الهروب الى القمه، عفريت النهار، السكاكيني، ايام الغضب، الطيب والشرس والجميله، افلام كتير. تمام. فهو بالنسبه لي عشره عمر كبيره، وبعتبره استاذ ليا، لان انا يعني طلعت على ايديه من اول فيلم العار. انا كنت لسه يمكن في سنه اولى، مش فاكره، او تانية، في معهد فنون مسرحيه. تمام. ونور طبعا كان هو الاستاذ بالنسبه لي، اللي اتعلمت على ايديه واستفدت منه ومن خبراته. علمني اشياء كتير جدا في مهنتي، وكنت بستقي منه بقى يعني أفكار وثقافة كبيرة، لأن نور حقيقة مثقف جدا وقارئ عظيم، صحيح. فكنت دايما أستفيد منه، يحكي لي، أخد منه الخلاصة بتاعة الكتب اللي بيقراها. كنت أوقات أستلف منه كتب، يعني في بعض الكتب لحد النهاردة موجودة في مكتبتي، أنا ما رجعتهاش، يعني سلفتها وما رجعتهاش. وقلت لبوسي بعد ما توفى، قلت لها أنا عندي كذا كتاب بتوع نور عندي، واسمحي لي أنا هحتفظ بيهم، مش هرجعهم لكم يعني. يعني صداقة وأستاذي، وبقى في صداقة عائلية بقى بيني طبعا وبين عيلته كلها. يعني بوسي دي بالنسبة لي أختي، وبناتهم كأنهم بناتي، يعني عشرة عمر، عمر بالنسبة لي نور، إنه من أول ما بدأ أثر فينا. يعني لما يبقى صديق عزيز وفنان كبير وحد في بيننا عشرة، عشرة على مستوى صداقة وعائلي، وعشرة على مستوى فني، تمام. فبالتأكيد بفتقده جدا يعني في أوقات كتيرة. وهو بالنسبة لي لا ينسى، يعني هو علامة مهمة جدا في حياتي على كل المستويات كتير أوي. يعني احنا دايما لقاءاتنا رغم انها لقاءات صداقة ولقاءات عائلية، لكن لازم نتطرق للشغل وللفن، واقول له انا معروض عليا ايه، وبفكر اعمل ايه، وايه رأيك، ده طبيعي، وهو يحكي لي عنده ايه. تمام. فده طبيعي، احنا ما بنقدرش نفصل حياتنا عن حياتنا العملية، يعني حياتنا الشخصية عن حياتنا العملية.